انت شفت شيرين دي قبل كده؟ شيرين مين يا جدو؟ سيرين اه سيرين شفتها؟ دي حبيبة قلبي يا جدو، ده انت هتشوف علاقة رومانسية فريدة من نوعها. طب ودي جاية من لبنان تعمل هنا ايه في مصر؟ في مسابقة عاملينها في مصر اسمها مذيع العرب، وفتحوا باب التقديم فيها، انا وهي بكرة هنروح نقدم في مسابقة. مسابقة دي يا شيخ اتنيل، هو انت عارف تبقى مذيع في السوبر ماركت لما تروح مسابقة؟ اوعى الواد ده يكون بيكذب عليك، انا عارفه فشاخ. لا 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 لا، انا بحكم خبرتي بالاصوات اقدر اقول لك ان مروان من طبقة الباريتون. الله يخليك. يعني صوته اجش. بقول لك يا امال ما تفوحنا بقى، قوم البس كده وانزل شم شويه هوا، بقالك 12 سنه ما خرجتش بره البيت. لا يا ابني انا هعطلك. والنبي والنبي يا عم الصلاه، الله يخليك، هو طيارتك لبنان لسه ما وصلتش؟ اطمن يا سيدي، لسه ما وصلتش، اول ما بتوصل كل المطار بيعرف. اهي طيارة لبنان اهي يا باشا. سيرين مروان، اهلا 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 مروان، هيدا بياك كتير مهضوم. لا بي ايه، انا صديق مروان. انا وقوف صديق مروان برضه وجد الاستاذ. احنا هنقف نتكلم كده، سيرين جايه تعبانه من السفر وعايزه تستريح. ايه انا تعبانه عن جد. الف سلامه. يلا هات الشنط. حاضر حاضر يا ابن المحظوظة مروان، هات الشنط هات الشنط. اسمع انه مصر كتير حلوة، عبالي زور مصر زاوية زاوية. انا تخصص زوايا. انا هفرجك عليها حتة حتة، بس في الاول تقبلي بقى عزومتي على مطعم، في مطعم لبناني اكله تحفة. رمانة يعني ما اقول انا جاية على مصر لطعميني اكل لبناني، بدي اكل اكل مصري. على رأيك هو في اجدع من مصري؟ الشعر الابيض بحقيقة كله وقار ورجولة كتير حلو. ده انا مولود بيه. اوه يا وفا، ايه بتشوف جدك يا عم؟ الراجل ده زودها قوي. ايه ده انت غيران؟ غيران من جدي يا هبل، هيعمل ايه ده؟ بيكتب اسمه بينا يا جعيل. فافش كده فافش فافش. كيف طيب الاكل؟ مفيش اطيب منك انت، خدي من ايدي دي. رمانة رمانة بوقف يا اكل ايش بعد كل عندي صحتين. يا اوف انت بتسقف، ما تشوف حالة جدك هيعلق البيت مني واحنا قاعدين كده. بقصر على الترابيزة هو ده غلبان، تيتا قواهته في صنف الحريم، مستقطع ليه؟ بس شويه وبعدك بتتاكل اكل. افوا عمار، الدلع عمار، والله حوجيك يا عمار، تعالى حوجيك يا عمار. سيرين هتوحشيني قوي الليله دي، انا هسلم عليك دلوقتي وهوصلك بكره المطار. والله العظيم لا اشوفك بكره اهو. رمانه راح اشتاق لك كتير. والله يا انا شايف ان مفيش داعي لحكايه الفنادق دي والكلام ده. انت ممكن تباتي في اوضه رؤوف ورؤوف ينام عند مروان؟ لا لا ده كده كتير قوي. حياتي رمانه ما في داعي، انا بنام بالاوتيل وبكره بشوفك. اوكي اوكي باي. يلا يا امان، يلا يا امان، ده انت خابطها خابطها. يلا يا امان نروح. يلا على فين؟ على البيت. لا نروح ده ايه بقى؟ اسمعوا، اكل المطاعم الهاي كلاس ده ما يمشيش معايا، انا لسه جعان. ايه رايكم لو نضرب سمين؟ سلام عليكم. سلام عليكم. ايه ماله الجرى ده؟ فيه ايه؟ لا مفيش، بيت صاحبته واحد علقها منه. امال يلا. ساتر، ايه الاخلاق دي؟ اخلاق سفله امال سفله. صاحب صاحب وكان عشان يكون ودي. أنا مش عارف ليه مبسوط أوي النهارده. أنا عارف يا أمان. قصدك إيه يا ولد؟ أنت عارف وأنا عارف يا أمان. اسمع يا رؤوف، أنا عاوزة تروح تقابل منار بكرة وتقول لها تحدد لنا ميعاد علشان نروح نزورهم في البيت. بكرة بكرة؟ ليه الاستعجال يا جدع؟ يا أخي سيبني آكل وأنا مبسوط. ألف هنا وشفا، ألف هنا وشفا. بق الحلو فين؟ بق الحلو فين؟ ألف هنا وشفا. لا ايه خلاص قص قوي كفايه كده.
مش هقدر ادخل لقمه ثاني بقي. انت ليه دايما بتهرب من موضوع الجواز؟ انا عارف انك بتحبها وهي كمان بتحبك، يبقى لزوم وين عدل؟ خلاص اللي تشوفه امال. لا لازم القرار يكون من جواك انت، مفيش حاجه اسمها اللي انا اشوفه، اللي انت تشوفه. ايه الهيام ده كله يا عمان؟ انت ما عشتش المشاعر دي قبل كده ولا ايه؟ قصدك ايه يا ولد؟ ده انا كنت حبيب من الطراز الاول. الطراز الاول وتتجوزت ايه يا عمان؟ انا هقول لك كلام يمكن اول مره تسمعه مني يا رؤوف. عايزك تبقى شخص تاني خالص، تواجه، تقتحم، تقاوم. يا ابني ما تبقاش انسان جبان وضعيف، انت خلاص هتتجوز وتخلف وتبقى قدوة لولادك. الدنيا حلوة يا رؤوف، جميلة، عشها، استمتع بيها وما تخافش من اي حاجة ابدا. ومان صدق الله العظيم. هو جده مات ازاي؟ فجأة يا موان، بعد ما سبتنا قدام الفندق فجأة. أنا مش قادر. قال لي أنا عايز آكل سمين، خدته ضربنا سمين عند الضهر. شوية وقال لي نفسي في أرز بلبن، خدته ضربنا أرز بلبن. شوية وقال لي عايز آكل فلوكة في النيل، أتاريه كان بيودع مصر كلها وأنا مش واخد بالي. وقف على الفلوكة واخد انبساط، وفجأة هوب هوب. ايه؟ مات مات يعني هوب ايه؟ ما انت واقف في العزا بتاعه. شد حيلك هوب ايه؟ شد على الله يا سليمان، شد على الله. هو المرحوم مات ازاي يا بيه؟ دي الحكاية بقت سخيفة قوي، مش درجة سليمان بقى. معلش معلش. ابدا يا سيدي، قال لي عايز اكل سمين، خدته عند واحد ضربنا سمين. بعد كده قال لي عايز اكل رز بلبن، وديته كرز بلبن. وبعد كده قال لي عايز اكل فلوكة في النيل، اتاريه كان بيودع مصر وانا مش واخد بالي. خش يا سليمان، خش يا سليمان بقى. اهلا يا ريس. ربنا يخليك يا ريس، ده شرف كبير قوي لينا يا ريس. لا ما تقولش كده يا رؤوف، شد حيلك يا ابني، شد حيلك. هو المرحوم مات ازاي؟ اعمل ايه دلوقتي يعني؟ اعمل انفد نفسي من الشغل. مؤاخذه مولانا، سوري معلش، انا اسف. يا جماعه المرحوم مات ازاي؟